No innen. في ايه يا مالك بتتكلم كده ليه؟ ما تستعجل كده وانت بتتكلم. يا بابا صوتك يا بابا في ايه؟ بكلم صاحبتي بسألها على حاجة. يا عسل ما تشرف كده يلا وتستعجل وانت بتتكلم في ايه؟ ماشي ماشي. هخسر تربيتي فيك. انت يا زيف. انت يا زيف تعزف موبايلك ده. مين الحيوان اللي بيرن عليك في وقت زي ده؟ حيوان اللي بيبطل زن ده يخرب بيت زنك. الو ايه يا بيبي؟ ايه سايبني كل ده وما بتردش عليا؟ لا انا زعلانة منك. انت فين يا حاج؟ في ايه يا بيبي مالك ما بتردش عليا ليه؟ انت بتعمل ايه يا حاج؟ ده صاحب ابني فعيل الزو ده بيرن في اي وقت كده. هو انت ليه مش بتقولي لي يا بيبي؟ ايه؟ ليه مش بتقولي لي يا بيبي؟ والله راح اتجوز عليك تاني واخليها تقول لي يا بيبي. بيبي؟ قوم يا حاجة عشان عندك شغل الصبح، ما تنسيش تاخد الدواء. معنى يتقال لي يا حاج؟ وكلب البحر ده يتقال له يا بيبي؟ رنت امتى؟ الو انا لسه صاحي دلوقتي يا بنتي. انا لسه يلا يا زفت عشان الفطار. طيب ايه فيه دلوقتي كده؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. قولي لي يا ماما، هو مين اللي رد امبارح على تليفوني بالليل؟ ده ابوك يا حبيبي هو اللي رد امبارح. بابا. طب كده يا بابا، كده صاحبي بقى بيكلمك بالليل تروح قافل في وش السكه، يرضيك ده تقفل في وش السكه؟ لا والله يا مرضيني. ايه ده؟ انت صاحبك ده قليل الذوق وما ترباش، في حد يرن على حد الساعه 3 الفجر؟ طب كنت بقول لك ايه يا بابا؟ كنت عايز بس 50 جنيه عشان انزل العب مع اصحابي في الصيف. 50 ايه؟ لا والله انت بتهددني كده يعني؟ طب والله ما انت واخد ولا مليم. ايه ده؟ يبقى كده يعني؟ طيب ماشي، على فكره بقى يا ماما بابا ما كانش بيكلم. يا نهار اسود، ايه اللي انت عملته ده؟ الف سلامه عليك يا بيبي.